الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إنه هو الغفور الرحيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. الفاتحة.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المرحوم المرحوم أسس المرحوم المرحوم مساكين البركة بفضل الفاتحة خصوصا للأرواح المرحومة بحنيفة المرحومة تومسنا والمرحومة والمرحوم بحسيمن سكاليان بحسرياتي سكاليان والمرحوم بحكاهر سكاليان والمرحوم بعبد الله سكاليان والمرحومة بو سيدي خديجة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وعافهم وسلم وسلم وخلوا بارك القرآن في نور القرآن في إلهنا بشفاعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة خصوصا المرحوم المرحوم مساكين وارك أحسن القول الفاتحة خصوصا الأرواح المرحوم بابا مابان سوتارتو والمرحومة إبو ساكينة والمرحوم بابا بارتو كيكين والمرحوم بابا إمام سوتاري المرحوم أنك سنتا بسبيتا ساري المرحوم بابا سواندي والمرحومة إبو سدي أيسيا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم 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 رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الفاتحة خصوصا للأرواح المرحوم بابا سريان والمرحوم بابا غنجان والمرحوم بابا قسواتي والمرحوم عبد الحمد وعبد الكامل والمرحوم عبد الرشيد والمرحومة إبو سرياني والمرحومة إبو منطيرة والمرحومة إبو سودياسي والمرحومة إبو سمياتي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأعصم رحمهم ببركة القرآن وبنور القرآن وبهداية القرآن وبشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة خصوصا خصوصا بركة بابا حسنى خصوصا بركة بابا سبحانه اللهم صحة والعافية خير العباد سلامة للدين والدنيا والآخرة اللهم يسر لنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير ببركة القرآن بنور القرآن بهداية القرآن بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الفاتحة خصوصا بابا إمام مهدي سمعك cepat sembuh اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الدنيا والآخرة بارك الله في نور الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة سلام نجاتنا وحاجاتنا 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 إلى حاجات استيار الجماعة مسجد رضا الفلاح اللهم صل على العافية غير المبادئ والسلامة للدين والدنيا والآخرة اللهم يسر اللهم حسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في نعمه وكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانك الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى خاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحج وإلى طريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Thank you.
اللهم زينا بزينة ختم القرآن، وأكرمنا بكرامة ختم القرآن، وشرفنا بشرافة ختم القرآن، وألبسنا بخلعة ختم القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن، وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، على الصراط نورا، إلى الجنة رفيقا، من النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، انصر وزراءه ووكلاءه وأساكره إلى يوم الدين. أكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك ولأمة محمد العظيم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه وما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأرواح أولادي وأزواجي وأصحابي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولوالدينا لمن لو يقرون علينا، ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، خصوصا من ذكرت أسماءهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسم دخلهم ببراءة القرآن وبنور القرآن وبذلك مشفى رسولك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله أن محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.